نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في الحصول على حكم قضائي رفض الدعوى المقامة لتغريم النادي مبلغ 20,000 دولار لصالح وكيل أعمال المهاجم السابق الأنجولي آري بابل المحترف حاليا بالأخضر الليبي خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد أن تداولت القضية أمام الدائرة الخامسة تجار الإسماعيلية ليصدر الستار على هذه المشكلة التي كادت تؤرقهم مثل أزمة المهاجم الناميبي بنسن شولونجو الذي رحل عائدا لبلاده وقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليقضي لصالحه بمبلغ 135,000 دولار شاملة المستحقات والغرامة تسدد في غضون 45 يوم حتى لا تحرم قلعة الدراويش من القيد الصيفي والشتوي لمدة 3 سنوات مقبلة. وعلى جانب آخر، وافق يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على منح اللاعبين الأجانب المقيمين في الإسماعيلية معاصرهم بدل سكن شهري